السلام عليكم. اليوم عندنا افضل علاج لتطويل الاظافر والشعر وزياده كثافه الشعر وزياده نمو الشعر، يستخدم مره باليوم بعد الاكل. بالنسبه للبالغين اللي اعمارهم 15 سنه فما فوق، اكو جرعه 10,000 مره باليوم بعد الاكل لمده شهر كامل تقدر تعيده. اكو جرعه 5,000 تقدر تستخدمها مرتين باليوم بعد الاكل. طبعا هذا ما يصير للحوامل المرضعات الا طبيب الاخصائي صرفه. وسعره تقريبا سعره شوية غالي، فاللي يقدر يستخدمه هذه النوعية جدا ممتازة، فياخذ هاي الشركة أصلية وتفيد في تطويل الشعر وزيادة نمو الشعر وكثافة الشعر، وهمينة تفيد بسرعة نمو الأظافر وزيادة الأظافر وقوة الأظافر اللي عندها مشكلة بالأظافر واللي عندها مشكلة بالأظافر. وعلاج جدا ممتاز وبس شوية سعره غالي مثل ما قلت لكم، فاللي يريد يجربه جدا ممتاز وفعال.